السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الأستاذ فنيني، واليوم إن شاء الله مع الدرس الثالث. هذا الدرس مهم ويخص كاع الشعب الأدبية والعلمية. الدرس تاعنا اليوم هو concession ولا contrast، نقدر نقولوا concession ولا contrast، المعنى تاعو التناقض. اليوم نشوفوا التناقض، نشوفوا كاع لي كونيكتور اللي عندهم علاقة بالتناقض، كيفاش نستعملوهم والاختلافات اللي بيناتهم. أول حاجة لازم نعرف واش معناتها التناقض، لازم نعرف كيفاش نفهم الجملة باللي راهي تعني لنا التناقض. علاش؟ باسكو في الباك المعنى يلعب دور كبير في السؤال. شوفوا هذا المثال ونفهموا به التناقض. كي قلنا مثلا The Romans had a strong army. The Romans had a strong army. معناتها لي رومان كان عندهم جيش قوي. في هذه الحالة كي تقول بلي واحد عنده جيش قوي، واش تتوقعوا؟ عندنا حادثتين، إما نقولوا The Romans won the war. won معناتها ربحوا الحرب، won هو الباسي تاع win. ولا تتوقع بلي The Romans were defeated. defeated معناتها هزموا. لوجيكمون اللي عنده جيش قوي نورمالمون يربح الحرب. كي يكون عندنا الريزالت contrary to what is expected، كيكون نتيجة حادثة عكس المتوقع، كما هنا The Romans were defeated هو unexpected result، معناتها حادثة ولا نتيجة غير متوقعة. معناتها كيفاش عندهم جيش قوي نورمالمون يربحوا، مي هما خسروا الحرب. هكذا نقولوا عندنا تناقض. تناقض معناتها النتيجة تكون تعاكس حادثة معينة، كما هذه The Romans were defeated راهي عكس هذه الحادثة. واحد قوي نورمالمون يربح، مي هو خسر. هكذا نعرفوا التناقض. تولي الجملة تاعنا هكذا: The Romans had a strong army. النتيجة وشنو هي؟ The Romans were defeated. عندنا تناقض. اليوم واش راحين نشوفوا؟ راحين نشوفوا دي كونيكتور، روابط اللي نربطوا بهم هذو لي دو فراز ويكسبريمونا في نفس الوقت التناقض. تبعوا معنا. باش نكسبريمو الكونسيشن ولا الكونتراست، عندنا عدة روابط نقدر نستعملوها. عندنا conjunctions وعندنا prepositions. أوكي، اليوم راح نشوفوا إن شاء الله هادو ما خمسة. عندنا although، though، even though، وعندنا despite، in spite of. هادو ما خمسة إن شاء الله راح نشوفوا كيفاش نستعملوهم في الجملة باش نكسبريمو التناقض ولا concession. أول حاجة لازم نعرفوها باللي هادو ما بين خمسة عندهم نفس المعنى. معناتها although، though، even though، despite، in spite of عندهم نفس المعنى. كي نقولوا although، though، even though رانا نقولوا بالرغم ولا malgré، despite، in spite of نفس الشيء رانا نقولوا بالرغم ولا malgré، تسمى المعنى راهو نفسه. الاختلاف راح يكون the difference هي في الاستعمال. الاختلاف راح يكون في الاستعمال في لا فورم تاع لي فراز اللي يجوا موراها. نبداو مع although، though، even though. قلنا المعنى نفسه اللي هو malgré ولا بالرغم من، وهما كامل يكسبريمونا concession ولا contrast تناقض. هادو ما ثلاثة although، though، even though توجور تتبعهم جملة فعلية verb phrase، معناتها subject plus verb، وحاجة ما تغير. في الباك وش يعطوكم؟ في الباك دائما يعطوكم جمل فعلية، معناتها كي يعطوكم دو فراز يقول لك combine the two sentences with the right connector، ويعطوا لك مثلا although ولا though ولا even though. واش راح تدير؟ راح تعرف برك لومبلاسمون تاعو. باسكو علاش؟ هادو يقدروا يجوا في الديبي تاع الفراز كيما يقدروا يجوا في الوسط، لكن عاده هما يستعملوا في الديبي تاع الفراز. معناتها they are commonly used at the beginning of a sentence. مثلا نرجعوا للمثال تاعنا الاول، the romans had a strong army. من بعد يقول لك the romans were defeated. هنا نفهموا بلي كاين تناقض. كيفاش راح ندير؟ لازم نفهم المعنى تاع الجمله باش نعرف لو كونيكتور اسكو يجي في الديبي ولا يجي في وسط الجمله، معناتها at the beginning of the sentence ولا in the middle of the sentence. كيما هنا بيان سور على حسب الجمله الرابط راح يجي في الديبي تاع الافراز. معناتها هنا راح نقولوا malgré لي رومان كان عندهم جيش قوي الا انهم هزموا، وتولي عندنا الجمله بهذا الشكل although The Romans had a strong army. بيان سور كي يكون الرابط في الديبي تاع الفراز دائما نديرو كاما في الوسط. تولي although the Romans had a strong army كاما they، بوغ ايفيتي لا ريبيتيسيون نقدروا نديرو they were defeated.
نفس الجملة ولا نفس الرابط غادي يجي في وسط الجملة. واش معناتها في وسط الجملة؟ معناتها يكونوا هذوما معكوسين، يقدر يعطيهم لك في الباك معكوسين والرابط يجي في الدي بي، ولا تبدا بالجملة الثانية. مثلا هنا عطانا الجملة معكوسة: The Romans were defeated. The Romans had a strong army. نقدر نخليها هكذا ونديرها في الوسط تولي عندنا: The Romans were defeated although malgré although they نقدر هذه نعوضها they had a strong army. معناتها تولي عندنا: The Romans were defeated although they had a strong army. معناتها خسروا الحرب malgré كان عندهم جيش قوي. وهذا هو الاستعمال تاع although though even though. تسمى كذا شفنا عندهم نفس المعنى، الاستعمال تاعهم سهل بزاف. لي فراس في الباك يعطوهم لنا كاع فعليه، معناتها دائما يعطوك لا فراس سوجي بلس فيرب، معناتها يسوفي برك تحكم الكونيكتور ديرو في الرايت بليسمنت تاعو ودير كاما في الوسط وتخلي لا فراس كوميدي. دونك هذه هي الاستعمال تاع although though and even though. دونك نشوفوا الاستعمال تاع despite in spite of. مالغري قلنا عندهم نفس المعنى، من الاستعمال راح يختلف. تبعوا معنا. بعد ما شفنا although though even though وقلنا يجوا مع verb phrase، زيدو نشوفوا despite in spite of. وقلنا despite in spite of عندهم نفس المعنى تاع although though even though، نفس المعنى كاع المعنى تاعهم malgré بالرغم من، وكاع يكسبيريمونا concession ولا contrast. فاش راح يكون الاختلاف؟ the difference في لا فورم تاع لا فراس اللي تجي موراهم. although though even though قلنا يجي موراهم verb phrase، هادو ما يقبلوش verb phrase، يقبلوا non phrase جمله اسميه. وفي الباك يعطوكم دائما جمل فعليه. معناتها عندك حلين، شوفوا معنا مع despite و in spite of. اما تستعمل non phrase، راح نوريكم الطريقه كيفاش. واللي ما يعرفش يستعمل non phrase عندنا الحل هذا المشكل. بون نبداو بالnon phrase قبل ومن بعد نعطيكم الحل تاع non phrase اللي ما يحبش يستعملها ولا ما يعرفش يستعمل non phrase. انا نعطيكم الحالتين المشهورين كاع. بون الاولى هي تقدر تستعمل gerund ولا نستعملوا what is called stem plus ing. stem معناتها الانفينيتيف تاع الفيرب اللي يعطيهولك بلس اي ان جي فورم. بهذه الطريقه راه تولي عندك جمله اسميه. بصح اتونسيون كاين واحد الخطا يديروه بزاف الطلبه، كي نستعمل stem plus ing السبجكت تاعنا لازم نحيوه. they had a strong army، هذا كمان المثال الاول. they had a strong army they were defeated. دونك هنا had a strong army they had a strong army هي الجمله الفعليه تاعنا، حين نحولوها non phrase جمله اسميه. قلنا نديرو stem plus ing، اول حاجه لازم نحي السبجكت. اتونسيون كاين بزاف اللي يخلوا السبجكت بعد يديروا stem ing، هنا الجمله تاعك غلطه. دونك نحو they، يبقى لنا had. قلنا نجيبو stem الانفينيتيف تاعو اللي هو have كما كنتم تشوفوا، ونزيدوا له ing تولي عندنا despite having a strong army. كيف نقدروا ثاني نقولوا in spite of having a strong army they were defeated. تولي جمله هكذا in spite of ولا despite having a strong army they were defeated، وهكذا تولي عندنا جمله اسميه. دونك هذه تبان سهله، يبقى لنا البروبليم واحد برك. في الباك اذا عطاك مثلا ان فيرب ايريغولي وين ما تعرفش الستام تاعو، ما تعرفش الانفينيتيف، هنا يصارك بروبليم، ما تقدرش دير الاي ان جي فورم. الحاله الثانيه تقدر مثلا الجملة تاعك إذا كان فيها ان فيرب يتحول نون، إذا كان الجملة تاعك الفيرب تاعها بوسيبل تحولو نون، هنا ثاني تولي عندك جملة اسمية. شوفوا معايا هذا المثال: They constructed big cities. أنجزوا ولا صنعوا: They constructed big cities. They didn't survive. وما الجريسة معناتها لم ينجو. دونك هنا نقدروا نديروا despite، بيان سور توجور السبجكت يروح. عندي لو فيرب constructed possible نستعمل لو نون تاعو اللي هو the construction. معناتها نقدر نقول despite the construction of big cities they didn't survive. وهنا عندنا جمله اسميه. دونك شفنا الحاله الاولى بالاي ان جي فورم، والحاله الثانيه احتمال لو فيرب نحولو نون. بون اللي ما يقدرش يحول جمله فعليه لجمله اسميه وتجي صعيبه وكومبليكي، كاين بزاف على بالي اللي كيما هكذا، عندنا الحل. اذا ما قدرتش تبدل verb phrase non phrase تقدر تزيد لهم هاد ليكسبريسيون وتخليها verb phrase. معناتها هذه despite in spite of، اذا زدنا لها ليكسبريسيون the fact that تولي despite the fact that ولا in spite of the fact that، فهاد الحاله تقبل verb phrase. معناتها الجمله اللي يعطوها لك في الباك ما تبدل فيها والو، تخليها كيما راهي. اذا زدت هذه تخلي الجمله كيما راهي. شوفوا معايا المثال هنا واش قال: they had a strong army they were defeated.
احنا نفرضوا هذه الجمله اللي عطاها لنا في الباك وعطى لك in spite of وقال لك combine the two sentences صح they had a strong army they were defeated وعطاني in spite of انت تختار اذا قدرت verb phrase تحولها noun phrase كما هنا مثلا نقولوا in spite of قلنا نحو subject ناخذوا الانفينيتيف ونزيدوا له ing تولي هكذا in spite of having a strong army comma they were defeated اذا ما قدرتش نزيد لها the fact that ونخليها كما راهي باسكو the fact that تقبل subject plus verb تولي هكذا in spite of the fact that they had a strong army comma they were defeated معناتها ما تغير حتى حاجه في الجمله وصحيحه 100% كيف كيف بالنسبه للديسبايت تقدروا ثاني ديسبايت تزيدوا لها the fact that وتخلوا لها فخاز كيما راح بغيت ننبه لواحد الحاجه كاين بزاف اساتذه يقولوا للطلبه تاعهم في الكلاس يقولون باللي ما ديروهاش في الباك ما يقبلوهاش وما يعطولكمش نقطه كذا وكذا انا نقول لكم هذا الامر ما كاش منه دير هذه الحاله صحيحه دير الحاله تاع النون فريز صحيحه علاش باسكو السؤال واضح هو write sentence B so that it means the same as sentence A ما قالكش كيفاش تكتبها ما قالكش اسكو verb phrase ولا noun phrase معناتها it's up to you انت تختار والسؤال الثاني اللي تقدر تجي في هذه الحالة يقدر يقول لك combine the two sentences using the right connector بصح ما يقولكش كيفاش تستعمله اسكو noun phrase ولا verb phrase معناتها it's up to you تستعمل whether a verb phrase or a noun phrase هذا يبقى شغلك انت اللي حبي يتأكد يروح البكالوريا لغات 2016 وين عطاو لهم in spite of وكانت تصحيح تاع النموذج تاع وزاره التربيه فيه كاع الحالات فيه noun phrase gerund stem ing فيه تاع الفيرب تحولوا noun فيها لا بوسيبيتي تاع the fact that دونك كي تكون في الباك وتصيب despite ولا in spite of حبيت تستعمل the fact that استعملها مرتاح ويعطوك نقطه باذن الله دونك هذا هو الدرس تاعنا تاع اليوم ماشي حاجه صعيبه راني وريت لكم كيفاش تستعملوا all the even though despite in spite of اللي يقول لكم براتيك ما تنساوش سير ديروا التمرينات وان شاء الله في المستقبل راح نديروا فيديوهات وين نديروا more practice about these grammar points okay thank you for watching take care of you and see you for the next video باذن الله goodbye